بار زبدة الفول السوداني. بالنسبة للمقادير عندنا 8 معالق كبيرة زبدة مذابة، 2 كوب بسكوت مملح مفروم، دي طبعا القاعدة. بعد كده عندنا 1.25 كوب سكر بودرة، 1.5 كوب زبدة فول سوداني، 1 كوب شوكليت شيبس، عندنا 1.5 كوب شيبس الفول السوداني، ده بيكون شكلها، و 20 جرام شوكولاتة أو 10 شوكولاتة محشية زبدة فول السوداني، اللي هي دي بيبقى شكلها بالشكل ده، وبنكسرها وبنحطها مع الحشو. بالنسبة للقاعدة هحط الزبدة مع البسكوت، نقلبهم مع بعض. وهنحطهم في القالب اللي اخترناه نعمل بيه بار زبدة فول السوداني. وهنفردها في القالب. هندخلها الفرن حاجة بسيطة خالص لحد ما نحضر الحشو علشان تبتدي تتماسك. دلوقتي نحضر الحشو، هاخد زبدة فول السوداني هحط معاها السكر البودرة، نقلبهم مع بعض. هحطها في الميكرويف شوية علشان تسيح أكتر وأقدر أفردها بسهولة في القالب. ودلوقتي أطلع الصينية من الفرن، ودلوقتي قلبنا السكر مع زبدة الفول السوداني، هنحط الشوكليت شيبس، هنحط شيبس زبدة فول السوداني، نقلبهم، وهنحط الشوكولاتة المحشية زبدة فول سوداني. ودلوقتي هنحط الحشو كله فوق البسكوت المملح، ونفرده فوقه. وبعد كده طبعا هتحتاج ان هي تدخل التلاجة علشان تتماسك. فوق الوش هنرش بقية الشوكولاتة المحشية زبدة فول السوداني، ولو عندنا رقائق شوكولاتة ورقائق زبدة فول السوداني زيادة ممكن برضو نحط فوق الوش. وزي ما قلنا هندخلها التلاجة علشان تتماسك، وبعد كده نطلعها. ممكن نقدمها قطعة واحدة كبيرة أو ممكن نقطعها إلى قطع صغيرة. وده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الثلاجة.